بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد الخلق والمرسلين. تحية طيبة وخالصة لجميع الحضور الكريم. سوف نعمل على تتمة دروس سلسلة اللغة الإسبانية إن شاء الله، المستوى الأول. درس اليوم إن شاء الله كما تشاهدون على الصورة هو الألوان. Los colores. Los colores. الألوان. Los colores. The colors. Les couleurs. الألوان. إذا في هذا الطرق للألوان المتداولة، هناك مجموعة من الألوان، وسنتطرق إن شاء الله بحول الله إلى الأيام الألوان المتداولة إن شاء الله. أوكي، لنشاهد إن شاء الله كما نشاهد على الصورة، الكل واضح. كتابة أي لون تحت اللون المرغوب فيه. إذن أماريديا كيفية النطق، يجب التركيز عليها. أماريجو، ليس أماريو ولا ليس أماريجو، أماريجو أماريجو. بيردي بيردي كما قلنا في الدرس الماضي، ليس فيردي ولكن بيردي خفيفة. بيردي بيردي بيردي. روخو روخو روحو. الار في بداية الكلمة ننطقها حركة ونصف. هنا الار في بيردي أتت في وسط الكلمة، إذن نطقها عادي جدا. بيردي، لا نقول بر لا، أو بيردي أو بيردي لا، بيردي عادية عادية جدا. بيردي في أول كلمة نطقها حركة ونصف. روخو 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 روخو. لماذا قلنا أن الار في وسط الكلمة وفي أول الكلمة حركة ونصف؟ لأن هناك دوبل ار كما شاهدنا في الدرس الأول للأبجدية. قلنا بأن في الأبجدية ار مرتان، دوبل ار دوبل ار. إذن دوبل ار هي تقولون بأن هناك حركتان دوبل من الاسم، من الكلمة نفهم أن هناك حركتان أو حركتين حركتان. ار ار دوبل ار. مارون مارون مارون. إذن النطق يكون حركتان لأن هناك ار مرتين. اوكي، اماريديو اماريديو. بيردي روخو. اصول اصول. نارنخا روسادو، ايضا ار في وسط في بداية الكلمة حركة ونصف. روسادو نيجرو، ار في وسط الكلمة ليس هناك اي مشكل، عادية. نيجرو أنكم تشاهدون الألوان، لا داعي لشرح، هذا أبيض أصفر إلى آخره، الألوان واضحة. مارون مارون مارون. إذا تبقى لنا بلانكو، غريس غريس، مورادو مورادو. سوف أعيد نطق مرة أخرى إن شاء الله. إذا los colores los colores los colores. amarillo verde rojo azul naranja
rosado, negro, marrón, blanco, gris, morado. انتهى هذا الدرس. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.